للحديث أكثر بشأن انتهاكات الميليشيات ضد حرية الرأي والتعبير ينضم إلينا الأستاذ مازن التميمي الكاتب السياسي عبر الهاتف من لندن. أستاذ مازن، بداية مرحبا بكم. موقع ميدل إيست مونيتور البريطاني حذر من ازدياد عملية اغتيال الصحفيين وأيضا استمرار تهديداتهم بالقتل مع تظاهرات ثورة تشرين، كيف تنظر إلى حرية الرأي والتعبير في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللقناة وللمشاهدين. فيما يتعلق بموضوع استهداف الإعلاميين أو الصحفيين في العراق، هي ليست سياسة وليدة اللحظة أو رد فعل آني لموقف معين، بل هي سياسة ممنهجة منذ الاحتلال ولغاية الآن. الهدف من هذا هو إسكات واضطهاد الصوت الوطني، يعني الصوت الإعلامي الذي يريد أو يشخص ويوثق الأحداث بحقيقتها. وبالتالي عندما يقوم الإعلامي بفضح جرائم الميليشيات وجرائم رموز العملية السياسية، استهدفوا منذ اللحظة التي استلموا هؤلاء السلطة في العراق. فبالتالي عملية استهداف الإعلاميين والصحفيين عملية مستمرة، لن تتوقف لا اليوم ولا غدا، وإنما مستمرة، لأن الحكومة حكومات الاحتلال المتعاقبة ترى في أصوات هؤلاء يؤثر ويزعزع وضع المشهد السياسي، إضافة إلى أنه يعطي صورة واضحة وصريحة للمجتمع الدولي عن ما يجري من دمار وقتل ودور الميليشيات ودور إيران. فبالتالي استهدفت هذه الأقلام واستهدفت هذه الأصوات لهذا السبب. وبالتالي هو ليس فقط الإعلاميين المستهدفين بالعراق، استهدف كل صوت وطني يتعارض مع الاحتلال الإيراني أو مع الاحتلال الأمريكي ويتقاطع مع هذه العملية السياسية. ولذلك لاحظنا كثير من الإعلاميين والشخصيات الوطنية قتلوا بدم بارد، والمخزي أنه والحقارة أنه هؤلاء يقومون الميليشيات والأجهزة المرتبطة بإيران تقوم بقتل الإعلاميين أو بقتل الناس الأبرياء وتصور عملية الاغتيال والقتل، وهو نوع من التحدي ورسالة إلى السلطة وإلى العالم بأننا نحن القوة الأكثر على الأرض ونحن من يقرر، وبالتالي نعاقب كل من يجرأ أن ينتقد سياستنا أو ينتقد إيران أو أن يهاجم إيران. هذه هي حقيقة السياسات التي اتبعت بعد الاحتلال من قبل الحكومات، سواء في حكومة الآن الكاظمي منذ الاستلام للسلطة سقط الكثير من الشهداء، وآخر جريمة كانت الإعلام في هذه النقطة. أستاذ، إذا سمحت لي أستاذ مازن، يعني بحسب منظمات حقوقية الميليشيات هي أكثر من تنتهك حرية الرأي وتقوم بتهديد هذه الحرية وقتل كل الذين يؤيدون تظاهرات ثورة تشرين السلمية من الصحفيين والناشطين، ولكن بالنسبة إلى دور الحكومة، البعض يرى أنه تخاذل والبعض الآخر يرى أنه عاجز عن فعل أي شيء. يعني كيف تنظر إلى دور حكومة مصطفى الكاظمي تجاه هذه التهديدات التي تستمر بها الميليشيات تجاه الصحفيين وتجاه الناشطين المؤيدين للثورة السلمية؟ كل الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال بما فيها حكومة الكاظمي هي الرقم الأضعف قياسا بقوة الميليشيات، لأن السلطة على الأرض بيد الميليشيات. الميليشيات هم القوة الأقوى في المشهد السياسي وسطوتها على كل مراكز الدولة، ولديها من السلاح والمال أحيانا يفوق حتى عن سلاح الدولة. إضافة إلى هذا أنه حتى الأجهزة الدولة سواء كان العسكر أو الأمن، الأجهزة الأمنية، جزء كبير منهم هم ميليشيات ومرتبطون بهذه الميليشيات، والبعض منهم كان بفيلق بدر وتم دمجهم بالجيش وبالأجهزة الأمنية. فإذا هم حتى الأجهزة الدولة بشكل أو بآخر تخضع إلى سيطرة الميليشيات وإلى الأحزاب المرتبطة بإيران. فبالتالي الكاظمي وغير الكاظمي ولن يستطيع، إضافة إلى أنه الكاظمي هو أيضا حكومة الكاظمي متخاذلة ومترددة باتخاذ الإجراءات، رغم أنه الكاظمي لديه أدلة بالأسماء وبالأرقام من يرتكب الجرائم وبالوثائق، سواء من كان رئيس جهاز المخابرات وهو الرجل الثاني في الدولة، أو عندما استلم سدة الحكم الآن وهو رئيس. فبالتالي الحكومة متواطئة متخاذلة، بل ربما أكثر من هذا هي شريكة بما يقوم بها الميليشيات، ولذلك نجد الميليشيات تصور جريمتها وتنشر هذه الصور وتنشر الفيديوهات
تؤكد للعالم بأن السلطة هي بيد الميليشيات، ولذلك في العراق لا توجد حكومة. يبدو أستاذ مازن التميمي أن هناك تحديا من قبل الميليشيات للعالم وليس فقط للمتظاهرين السلميين، يعني الميليشيات كما هو معلوم بيدها المال، بيدها السلاح، بيدها النفوذ، وهي مدعومة طبعا إيرانيا. من وجهة نظرك أستاذ مازن، يعني قمع الكلمة الحرة ووأد الكلمة الحرة واستمرار استهداف الصحفيين والناشطين المؤيدين للتظاهرات السلمية، هل ستنجح في ثني هذه الثورة؟ بالعكس، كلما يغتال صحفي أو إعلامي كلما يتصاعد الخط البياني للثورة وللانتفاضة وللصوت الحر، وبالتالي قمة الانحدار الأخلاقي أن تتجه الحكومة وميليشياتها بقمع الأصوات وقتل الإعلاميين أو قتل الصوت الوطني. هذا هو إفلاس سياسي، وهذا هو ديدن العملية السياسية، لأن هؤلاء مو حكومة ولا قانون ولا دولة قانون، هؤلاء عصابة، هؤلاء جاءوا مع الاحتلال وبعض منهم قاتل مع إيران ضد العراق وضد شعب العراق، وبالتالي عندما يكون في خندق إيران يقتل شعبه لن يتردد في قتل الإعلامي أو قتل الصحفي أو قتل أي مواطن عراقي. ولكن كلما تصاعدت الهجمة ضد الإعلاميين كلما تصاعد الحس الوطني ضد سياسة الحكومة وضد الميليشيات، وأنا واثق أنه هذه نحن الآن في الربع الأخير، وإن شاء الله النصر قادم بإسقاط هذه العملية السياسية والتغيير الكامل للعملية. شكرا جزيلا لكم أستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من لندن.